طبعا اليوم حنا نشارك في هذا اليوم الدراسي الذي ينظم من طرف الحزب الشراكي الموحد، وطبعا نحن كتنسيقيات منفتحون على كل المبادرات التي تروم طبعا إيجاد حلول منصفة للملفات العالقة لنساء ورجال التعليم، وكذلك لوضع حد لهذا الاحتقان، وذلك كما ذكرت بإيجاد الحلول المنصفة ومن أجل الدفع قدما في اتجاه تسويد الملفات العالقة، وفي اتجاه طبعا كما ذكرت أن يعود نساء ورجال التعليم مقرات عملهم، وكذلك أن يعود المتعلمين والمتعلمات للفصول الدراسية. إذا لم يكن نعرفوا حنا كتنسيقيات مناضلة دخلنا في أشكال احتجاجية على الأقل منذ يعني 5 أكتوبر، طبعا كانت أشكال نضالية أخرى من أجل مطالب واضحة تتجلى أساسا في طبعا إصدار نظام أساسي يكون فعلا منصفا عادلا ومحفزا لعموم نساء ورجال التعليم، وبضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية كذلك لعموم نساء ورجال التعليم، وبضرورة تسوية الملفات العالقة، وطبعا بضرورة تسوية أو الالتزام بالاتفاقات السابقة. طبعا خضنا معارك نضالية قوية إلى تقريبا دابا حنا في 3 شهور ديال الاحتجاج، وطبعا ما زلنا مستمرين في النضال. ممكن اليوم أن نفاجأ بمجموعة من الممارسات الماضوية البائدة اللي طبعا حنا للأسف التي تتسم بالشاطر في استعمال السلطة وتتسم طبعا بالتعسف وبهذه الممارسات، تنقول أنه راها لن تثنينا على مواصلة دربنا. طبعا ممكن بعض الآن لاحظوا بعض التراجع لمجموعة من الزملاء والزملاء، لأنه فعلا 3 ديال الأشهر ديال الإضراب ماشي سهلة، هذا أطول إضراب تنعتبروه، وطبعا ذلك يؤلمنا، نحن لا نفتخر بذلك، ولكن خصنا نقول أن الأطراف الأخرى خصها تأخذ على الاعتبار هذا الأمر، هذا بأنه ما كانش وما كانوش يعتقدوا بالتفعيل الإجراء الاقتطاع التعسفي، قاموا بالقضاء نهائيا على الشغلة التعليمية، وأن صار بإمكانهم أنهم يمارسوا كل الممارسات وكل تأخذوا كل الإجراءات في حق الشغيلة التعليمية من دون أن تكون هناك أي ردة فعل ومن دون أن تكون هناك أي مقاومة. اليوم نحن أمام إضراب غير مسبوق الذي نتأسف، وما كنا نريد طبعا أن ندخل في هذا الإضراب لو أنه فعلا أعملت الحكومة الحكمة والعقل وكذا، لكن للأسف الشديد كان للطرف الأخرى رأي آخر، فدخلنا مضطرين في هذه الاحتجاجات. اليوم تنقولوا إحنا ما بغيناش في المستقبل ندخلوا في أشكال نضالية أخرى على غير مثل ما وقع، لذلك على الحكومة أن تسرع بفتح حوار جدي ومسؤول مع الأطراف المباشرة. تنقولوا لهم ودي راه بهذه الممارسات هذه هي اللي كنتوا قبل، وتقولوا ودي راه ما غاديش أدي والو، هذه الممارسات هي اللي أدت بنا اليوم لهذه الإضرابات ديال 3 شهور وشي حاجة. تنقول لكم باش ما ندخلوش في المستقبل في إضرابات أخرى، فعليكم أن طبعا أن تعملوا على طبعا فتح حوار جدي مع المعنيين والمعنيات، وبأن تحتكموا طبعا للعقل، وخاص يكون التدبير القطاع بالمعقول. طبعا الآن دابا عندنا التزام باش المعنيين الملفات، يجب أن تعرف تسوية فورية شاملة وعادلة. طبعا في القريب العاجل عندكم الآن نتحدث عن تحسين طبعا العرض مجموعة من الملفات، يجب أن نرى ذلك في المستقبل. وطبعا هناك حديث على ماشي اتفاق على ضرورة زيادة أخرى مجموعة من الفئات يجب أن تفعل في أقرب وقت. أنا ذاك لا شافوا نساء ورجال التعليم بأن هذه الأمور هذه تجد طريقها، فبالتأكيد لن يكون هناك إضرابات في المستقبل، وهو الأمر الذي لا نريده. هذا أمر مؤسف ومؤلم أن طبعا أن نتوجه لهذه الممارسات ديال التوقيف ديال الأساتذة وديال الاقتطاع وديال القمع وديال كذا. تنقول لهم الله يخليكم، راه هذه التوقيفات لم تكن يوما حلا، بالعكس تزيد الوضع احتقانا وتأزما. اليوم هادو الأساتذة وعموم نساء ورجال التعليم اللي داروا إضراب، طبعا راه تم اتخاذ في حقهم مجموعة من الإجراءات عبر طبعا الاقتطاعات القياسي الغير قانوني من الأجور، الآن هم يعاقبون مرة أخرى وملفاتهم عالقة والاوضاع مزريه. اذا شنو بغيتوا ديروا؟ لذلك اليوم تنقولوا حتى هاد الاساتذه اللي توقفهم راهم غادي يستمروا بالنضال. طبعا حنا كنا ماشي غير هما، الزملاء عموم التنسيقيات وعموم الشغله التعليميه سوف تستمر في النضال، لانه ماشي باش فقط نرجعوا هاد الزملاء ديال، طبعا من اجل ارجاع الزملاء ومن اجل استرجاع الممارغ المقتطعه التعسفيين، وكذلك من اجل الملفات اللي خرجنا من اجل نهار 5 اكتوبر. ما يعتقدوش بانهم بهاد الافعال هذه اللي داروا راهم غادي يوجهونا على المطالب ديالنا.
طبعا الان كان عندنا مجموعه من المطالب، الان زادنا مطلب اخر يتعلق ب طبعا هذا الملفات، الملف المتعلق بهذه التوقيفات التعسفيه الغير قانونيه ديال الشغل ديال الزملاء ديالنا اللي طالتهم في هذه المعركه النضاليه التاريخيه. طبعا هذا الامر ديال الزياده ديال الاسبوع من بعد في السنه الدراسيه نقولوا هذا ضحك على الدقون. نساء ورجال تعملهم من القدره ما يكفي باش انهم يداركوا هذا الزمن المدرسي، حنا تنعتبروا هذا الامر هذا اللي طبعا ضاع والسبب هو الحكومه، ولكن تنقولوا لهم من القدره ومن الامكانيه كشغل حنا قادين براسنا بهذه العباره هذه باش ممكن نعالجوا كل ما يعني هذه الامور، ولكن هذا الامر هذا مشروط بضروره التفاعل الايجابي مع النداءات والاحتجاجات، مشروط بضروره العوده لعموم الاساتذه الموقوفين، مشروط باسترجاع المبالغ المقتطعه، مشروط بتحسين الاوضاع الاجتماعيه الماديه، مشروط كذلك بتسويه ملفات العالقه، ومشروط كذلك بالالتزام بالاتفاقات السابقه، ولعموم نساء ورجال التعليم من الامكانيات ومن القدره باش ان حتى الشد اللي ضاع ممكن يتم التدارك ديالو في اقرب وقت. لا انا غير غائب، انا بدالي انا معك اليوم، وسبق لي حضرت مجموعه من المنابر الاعلاميه واللي تستدعيني تنحضر. طبعا لانه دابا حنا في واحد المرحله حرجه اللي طبعا تتطلب عقد مجموعه من الاجتماعات. دابا كما تعرفوا الاخوان انا اصلا موقف منذ 2014 اللي خاص يفهموا الناس، عندي توقيف للمده ديالو 10 سنوات، وانا عندي كان ما عرفتش انا التوقف ما عرفتش غادي نخاف، لانه دائما انا في الاماكن الاماميه، وكما ذكرت عندي توقيف 2014 وما زال هذا التوقيف هذا يعني مستمر يعني الى غايه جواء 2024، اذا ما زال عندي التوقيف ساري المفعول. وكما ذكرت انه الكل يعلم وانا سبق لي في الصحت على الكونت ديالي، ربما ما عمر شي واحد دارها، وبينت الاقتطاعات اللي كاينه في قنوات خاصه. الى ما عرفت انا اللي كانت شي عصر حنا كليناها، الى كان شي اقتطاع من الاجر حنا راه مازال مستمر، الى كنا حاضرين دائما في الوقفات في الاماكن الامامي راه حنا دائما حاضرين، الى كنا ما عرفتش انا انه انا قلت الان عندنا تقريبا انا عضو في التنسيق ديال الاساتذه حاملي الشهادات، وفي التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وعضو في لجنه التنسيق، والان كاين اجتماعات يوميه، لذلك ربما ما تنبانش ولكن حاضر في المواقع التواصل الاجتماعي، حاضر في مستوى الاعلام. غير مؤخرا كان عندي لقاء اعلامي مع طبعا واحد الاذاعه خاصه معروفه، ما عرفتش انا كيفاش غادي يكون هذا الحضور، غير الان كل واحد كيفاش يأول، ولكن تنقول شوف ممكن تقال هذا الكلام، ولكن راه من التاريخ تيأكد وتيبين لكل واحد المعدن لكل واحد فينا. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.